السلام عليكم. نواصل في العمل التطوعي. اليوم قمنا بسقي بعض الأشجار الغابية، استعملنا هذه الطريقة تاع التقطير التقليدية لتساهم في اقتصاد الماء، وكذلك التقنية هذه العفسة نقلعوا التبن ولا الحشيش ونسدفوه في الحوض تاع الشجرة بعد السقي، وباش نقلصوا درجة التبخر، وهكذا الشجرة تجبر الرطوبة الكافية باش تنمو جيدا. لكن اليوم إخواني درت هذا الفيديو باش ندد بواحد المنكر راه صار هنايا. بعد ما الناس خدمت وتعبت، ها واش كاين، الشجرة الأولى مقطوعة راسها، والشجرة الثانية كيف كيف مقطوعة، والثالثة والرابعة، وهذه ما تكون غير الغلم، المعيز ولا الغلم اللي كي ترعى هنايا تاكل حاجه خضراء، الشجره خضراء تاكلها، خاطر ما كانش ماكله واحده اخرى هنايا. اذا من هذا المنبر نطلب من الناس اصحاب المال وراهم معروفين واحد بواحد باش يقيلونا من هذا المنكر، بعدوا الغلم تاعكم وحافظوا على هذه الشجرات اللي غرسناهم. وقبل ما نعلموا عليكم ويمسكم القانون اللي هو صارم تاع حمايه الغابه، انا نقول لكم حاجه، خافوا ربي، خاطر علاش المؤمن اللي يخاف ربي عمره ما يضيع الشجرة، بالعكس يتهلا فيها ويحافظ عليها.